فالإنسان في المعمل أو في الوظيفة يتقاسم، يساعد، ينمي مع الآخرين، فلا يمكن أن تكون هناك في ضمن هذه المقاربات التي تجعل الإنسان يندرج أو يسير نحو الديمقراطية السوية التي تعني المساواة وتعني يعني العدالة الاجتماعية، إلا إذا استشعر بأنه له وجود كامل في موقعه. اليوم عدد التقاليد التي يمكن أن تكون لها دور أساسي في ازدهار ثقافي البلاد، إشعاع قيم العقل والانفتاح من أجل اندماج واعي الثقافة العالمية المتنوعة، إيجاد توافق حول ضوابط الممارسة الإعلامية بشكل متسع وواسع مع حماية الإعلام من كل تدخل ومن كل تأثير، ووقف كل اعتقالات بالضوابط ديمقراطية سليمة قانونية يستشعر فيها الجميع كاملها الحرية. فالإعلام الذي لا يحترم حرمة الناس و يعني حرمة الناس ولا يحترم أخلاق المجتمع سيبقى إعلاما فاشلا كما كانت قدرته وتأثيره. لذلك ونحن محتاجون إلى الإعلام لأنه ما زال جلدتنا في البداية، ولكن لابد أن يكون الحجز أو القيد رافع على الإعلام ليكون الإعلام في نفس الوقت أن يكون مسؤولا بضوابط قانونية، وأن تكون هناك مرجع للصلاحات الأسرية والسياسية الحكومة القادرة على تحقيق القانون. إما الحكومة التي ظهرت من القانون خوف من الناس أو خوف من توازنات، فهي الحكومة التي تدير سياسة بدون أن تكون قادرة على تفعيل النتائج أو القبض بنتائج التي تسعى إليها، بمعنى ليس لها مجيب أو رؤية واضحة في نشاطها. وأخيرا أريد أن أشير إلى أن في باب الإصلاحات الجديدة والجديدة للإصلاحات تجعلنا نؤمن ونقترب أكثر بالوعي بأن ما حصل في البلاد يأتي مكاسب وما هو قادر على فعله من خلال الإسراع إلى وضع إصلاحات وأفق ونقدم مطالب كما كنا في ستين أو سبعين، بل أصبحنا مطالبون قوى السياسية مطالبة بأن تأتي بالحلول، بأن تأتي بالجديد، بأن تعبر عن رأيها بشجاعة وأن تدافع عن رأيها توافقها. وما نحن بحاجة إلى الآن في هذا النموذج الذي نسعى إلى بنائه هو أن نتحدث عن الأمة الوسط وعن الاعتدال حتى في الوسط. فأظن بأن تحقيق التحالفات وتقريب وجهات النظر وإعطاء الشعر للشباب والتخلي عن الذاتيات والتحلي بأسلوب المفهوم التاريخي للسياسة سيمكننا من فعل من وضع اللبنة الأساسية للجيل النموذج المغربي المغربي الذي ليس نموذجا مستسقلا من حزب الدولة ولا مستسقلا من دولة دينية ولا من حكم منزل ومقلد، بل هو نموذج نابع من خصوصيات ومن قدرات وإمكانيات ومؤهلات هذا المدى العزيز. شكرا. نفتح باب المناقشة والحوار، ونتمنى أن تكون التدخلات مركزة ووجيزة. كثيرا كانت في 98 كانت كتكون تقريبا 10 ولا 12، واليوم كاينة فوائد الدين بين طبقة كادحة والناس البرجوازية، وهذا الشيء حسب كثير الوزارة ديال الإسكان، وحنا كنقولوا بأن هذا الشيء كثير وهذا الشيء ماشي صحيح، أن الفوائد أكثر من ذاك الشيء حتى 30%. السؤال ديالي عندي أسئلة ثلاثة ولا أربعة. السؤال ديالي الأول، ألم ترون أن الحكومة منذ 98 الآن خديرة الباقي أنها تنهج نفس السياسة قبل حكومة سابقة مثل حكومة سابقة، أنها تنهج
السياسة المغرب النافعة وغير النافعة، وخص بالذكر منطقة سوس. حنا كنا مع عروس ولا مع عمرو يقبوا في ولادنا، هذا غير مثال. كذلك العهد عبد كل شيء مع الوطن باب وسهلا، وكما كيقولوا في الاخبار اللي كيقولوا اذان العشاء حسب الامام على باب وسهلا. الحكومه الحاليه نراها انها تتكون من ناس استورت، يعني كان المغرب لم ينتج ولا تجاره الى حد اليوم. خلا في مستوى المشروع هو ضم الغرفة الثانية اللي كنشوفوا عندها عدة كبير، لا تضرب فوق الفلوس تسحب شحال ساعة اللي عنده فلوس هو اللي كيوصل لهذه الغرفة. و الدستور الأستاذ عمورة دخل فيه مشروع كذلك منذ زمان. كنا كنشوفوا أن الحكومة تتعدد ولو حكومة تستقيل ولو وزير يستقيل، يعني أن الناس قد أقوى لا في الحكومة ولا في الشعب، يعني كل شيء جالس في بلاصتو وشاف الكرسي ديالو وتبدا مزيان. بالنسبة للكتلة على برونا أيها الأرفاق، أن الكتلة ما كان لها المعارضة، لأن المعارضة الحالية جامدة غير موجودة. وشكرا. التي أنا عرضت فيها الرجلات لا يسمى بالتدبير المفضل. حقيقة الأمر هذا التدبير المفضل يطرح إشكالاً متعددة، بل أكثر من ذلك يطرح مفارقات. سأشير إذا سمحت السيد الرئيس إلى نماذج من هذه المفارقات. التدبير المفوض تم إقراره في المغرب منذ 1999 ضربة، ثم توالى هذا التدبير في الرباط في سنة، يعني في بمعنى آخر أن القانون التدبير المفوض لم يصدر إلا سنة 2005، قانون ديالو 54/5، وتم رشحه في الجريدة الرسمية سنة 2006. السؤال الذي يطرح في هذا المجال بأنه يدعو عقود تدبير المفوض التي أبرمت مع شركات معينة وجماعة وبين الجماعات المحلية، يعني هذا العقد كيف يمكن تدبيره في ظل غياب هذا القانون الذي يغطي؟ تقول بأن آخر مادة في القانون ديال التدبير المفوض كتقول بأنه هذا القانون لا ينطبق على مختلف أنواع التدبير المفوض التي عقدت أو في طور التفاوض في داخل الجماعة. نحن لا ننتبه إلى أن هناك تراجعات عن الديمقراطية التي نسعى إليها في الميثاق الجماعي ديال 2000 وفي الميثاق الجماعي ديال 2008 قرار 17/2008. هناك تراجعات خاصة في مجال وضع الأنظمة الداخلية. إذا ما قررنا هذه المسألة بوضع الأنظمة الداخلية التي كانت موجودة في المنظمة الجماعية في 1975 مع هذا التسميت، غادي نلاحظوا مفارقات من بين هذه المفارقات إذا سمحتم. من بين هذه المفارقات إذا سمحتم السيد الرئيس، وضع هذا النظام الداخلي في المنظمة الجماعية السابق يضع مجلس، ولكن في الميثاق الجماعي 2002/2008 يضعه مكتب. إذا قمتم ببحث في هذا المجال في مختلف الجماعات ووجدت أن هناك تراجع، لا داعي لإنشاء هذه التراجعات. كاين واحد المجال الآخر اللي هو مغير في هذه الإصلاحات الجديدة، هذا المجال هو الضرائب التي هي أساسا ليست دستورية، التي وحدت في واحد الزمن سياسي شاب في المغرب، اللي هي الضرائب الإقليمية التي وحدت في زمن الإمام. ما كانش اللي كيهضر على النسخة الأخيرة ديال هذه الضرائب ديال 34 مثلا، ديال 16، ديال 17، ديال 18. كيوقع الإصلاحات الدستورية اللي وضع بها الرفيقين نهضروا على الإصلاحات الدستورية، كاين واحد المسألة يجب أن تدخل في هذه الإصلاحات وهو الحق في البيئة. كذلك يجب أن يضاف اقتداء بفرنسا التي وضعت هذا الحق في الدستور منذ سنة 2001. مضاعفات سأناقش فيها على ثلاثة جوانب، جانب إصلاح الدين، وجانب إصلاح دستوري، وجانب إصلاح لغوي والتقويم.